إذن مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب مهرجان المصورين. هذا المباشر هكذا هي الأجواء مقلب المهرجان حيث بداية توافد الجماهير على الملعب من أجل الفرجة والاستمتاع في فن التضاريس. إذن أمامكم الصورة كيف ما ذكرت مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة شوف تي في، فبداية توافد الجماهير على الملعب من أجل الفرجة والاستمتاع في فن التضاريس. كل مشهد أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، هكذا هي الأجواء، أجواء جميلة، أجواء رائعة هنا قلب هذا المحرك كما ذكرت قبل دقائق من بداية التمريض. مشهد أمامكم على المباشر، صورة أمامكم. هذا كرسي عمر سي محمد. أمامكم الصورة مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، فأجواء جميلة جدا كيف ما ذكرت. بداية توافد الجماهير على الملعب من أجل الفرجة والمتعة والإثارة. أمامكم الصورة مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، أجواء حماسية وأجواء جميلة جدا غتعيشها. الصورة أمامكم على المباشر كيف ما ذكرت من مقلب المصورية الجماهير، بداية توافد الجماهير من أجل متابعة فن التضاريس. المشهد أمامكم على المباشر، هكذا هي الأجواء حيث جماهير غفيرة تجتاح هذا الملعب لمشاهدة فن التروري. إذن كيف ما ذكرت مشاهدينا الكرام أجواء جميلة، أجواء رائعة، وبداية توافد الجماهير على الملعب من أجل مشاهدة فن التضاريس مهرجان الثقافي والسياحي للمنصورية. هكذا هي الأجواء مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في من قلب هذا الملعب. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، ما بقى لي عندكم أجواء جميلة، أجواء رائعة هنا قلب هذا الملعب قبل دقائق من انطلاق فن التضاريس، حيث جماهير غفيرة تتقاطر على هذا الملعب لمشاهدة فن التضاريس والتي ستنطلق أطوارها ابتداء من الليلة
إلى غاية يوم الأحد 18 من أغسطس. فرجة ممتعة، إلى اللقاء.